يعني نائب العمل المكلف يصدر قرارات شجاعة بحسب مراقبين. كيف تنظر للقرار كأول قرار يصدره الرجل بعد توليها يعني الحقيبة بأيام؟ طيب هي خطوة إيجابية تحسب له بالرغم من الجدل الذي أثير حول طريقة تعيينه وكيفية كيفية تعيينه. يعني هي واحدة من الملفات التي يعتبر فيها أنه فيها تغول كبير من قبل العسكريين على حساب المدنيين. لكن أعتقد أنه مسألة العدالة هي مسألة مهمة، لكن العدالة يجب أن نذكر أنها ليست مرتبطة فقط بإجراءات قانونية، هناك ترتيبات سياسية ناقصة لم تتم حتى الآن. يجب نحن محتاجين لعملية بتاعت توافق سياسي بين مختلف أطراف عملية التغيير، مناقشة وحوار بصراحة وشفافية حول مخاوف العسكريين. يجب أن تكون هناك حوار واضح حول مخاوف العسكريين ومطامحهم. رأيك ما هي مخاوفهم؟ يعني مسألة القيادة العامة والمجزرة التي وقعت، هناك تعقيدات كبيرة تتصل يعني باتهامات قد تصل القيادات العسكرية. يعني يجب أن نشير إلى أن 3 يونيو هي محاولة انقلاب من قبل العسكريين، يمكن الاستدلال بتصريحات على رأسها بيان البرهان في ذلك اليوم. هذه العملية فيها مسؤولية، يعني مسؤولية سواء المسؤولية الجنائية وده اتهام أنه هم متهمين بأنهم متورطين في هذه العملية. النقطة الثانية المسؤولية تحت الحماية، أنه الحماية أنه هذه الجريمة وقعت أمام قيادة الجيش في وسط الخرطوم ولم تحرك السلطة الحاكمة في ذلك الوقت المجلس العسكري، لم تحرك ساكن لحماية المدنيين والمواطنين السودانيين الموجودين في تلك البقعة لحمايتهم طوال ساعات المجزرة. ومش كده وبس، أن المجزرة دي ما وقعت في الخرطوم بس، وقعت في مدن ومناطق تانية في ذات الوقت، وفي أحداث لاحقة في شوارع ومناطق أخرى في العاصمة وفي الولايات. فدي كلها مسؤوليات. فنحن نتحدث على أنه الملف ده يجب أن يتم نقاشه ومطارحته بشكل شفاف، ودي واحدة من المشاكل لأنه ما قاعدين يتناقشوا فيها سواء من قبل المدنيين مع العسكريين. لماذا برأيك؟ دي واحدة من المشاكل اللي هي إدارة المشاكل بطريقة دفن الرؤوس في الرمال، كأنه إذا نحن تناسينا هذه المشكلة أنه ستحل لوحدها وسيتناساها الناس، لكن دي مشكلة أساسية يجب أن يتم فيها مناقشة أنه الله يا أخي حصل ماذا حدث في ذلك الوقت والمطلوب يحصل شنو، ويجب إشراك أسر الضحايا في هذه النقاشات. الواضح أنه العملية السياسية الانتقالية تجري دون وجود غطاء سياسي من التوافق السياسي، ودي واحدة من شروط الأساسية لنجاح الفترة الانتقالية أنه يكون في قدر كبير من التوافق. وكل ما كانت المجموعات السياسية والاجتماعية والمدنية بتدعم عملية الانتقال بتعزز من فرصها، والعكس صحيح، أنه في ظل تغلص المجموعات الداعمة لعملية التغيير ده بيؤدي إلى تغويضها، وده واضح من خلال الفكوة التركيبة جرى داخل قوى الحرية والتغيير والتمزق والخروجات المتكررة التي حدثت في قوى الحرية والتغيير خلال الفترة الماضية، وده كله بيؤدي إلى إضعاف المدنيين. يعني نتحدث عن الشرط الأساسي أو الهدف الأساسي لنا كسودانيين في إنجاح ثورة ديسمبر، اللي هو إنجاح عملية التحول الديمقراطي وبناء دولة مدنية ديمقراطية وصولا للانتخابات. طيب. فيبقى بقية القضايا الأخرى هي قضايا مسار خلاف أو مسار يسمح فيها للخلافات، لكن يجب أن يتم إدارة هذا الملف وفقا للترتيبات التي تقوم على المصارحة، والمصارحة بالتحديد أعني بها هنا رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي ونائبه، بحيث أنه يتم مناقشة هذه القضايا ووضعها في نصابها. نقطة أخيرة، يعني بتشكيل هذه النيابات هل سوف تشهد أو نشهد تسريع في عملية العدالة في مواجهة المتهمين من النظام البائد، في تقرير لجنة نبيل أديب، في كثير جدا من القضايا التي ربما نحتاج فيها إلى عدالة انتقالية ناجزة بشكل كبير، أم أن الأمر أكثر تعقيدا برأيك؟ الأمر أكثر تعقيدا، عنده ارتباطات بتعقيدات الفترة الانتقالية وعنده ترتيبات أو اتصال بعملية الإصلاح. نحن تحدثنا عن إصلاح مؤسسة، تحدثنا عن إصلاح نظام مصرفي، تحدثنا عن إصلاح مؤسسات الإصلاح الأمني والعسكري، أيضا نحن نحتاج إلى إصلاح المؤسسة العدلية وبدوائرها المختلفة. فواحدة من المطلوبات اللي هو إصلاح أجهزة النيابة، إصلاح القضاء، تعزيز فعاليته وكفاءته. لجنة نبيلة دي بتواجه صعوبات أساسية في أو متصلة بترتيبات لوجستية للتحقق من الفيديوهات أو غيرها من الإجراءات، أيضا فيما يلي مسألة سير القضايا وغيرها من الإجراءات، حتى القضايا التي وصلت المحكمة كان هناك تحفظات من قبل القانونيين حول كفاءة النظام القضائي في تقديم هذه القضايا بشكل جيد، بحيث أنه لا تكون القضايا ضعيفة ويسهل ضحضها من قبل الدفاع.